السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. ملف سياسي اليوم، ما زلنا نتناول ملف السلام في جنوب السودان بالحديث، حيث تعزز الأمل في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، وأطراف الصراع تكمل يوم الخميس الماضي التحاقها باتفاق السلام النهائي حيث وقعت عليه بالأحرف الأولى. السلام في جنوب السودان ظل حلما صعب المنال منذ عقود، لكن المفاوضات التي استضافتها الخرطوم ربما وضعت حدا لتاريخ طويل من المآسي والنزاع. اليوم نقلب ملفات المحاولات لبسط السلام في دولة الجنوب تاريخا ومستقبلا مع الفريق جوزيف لاغو القيادي الجنوبي البارز. نبذة عن ضيفي لهذه الأمسية. جوزيف لاغو ولد في 21 نوفمبر 1931 بجنوب السودان، عمل ضابطا بالقوات المسلحة السودانية في الفترة من 1960 إلى 1963، التحق بعد ذلك بجيش التمرد الجنوبي الأنانية، وكان قائدا لجيش الأنانية في عام 1969 في فترة الحرب الأهلية السودانية الأولى. عاد بعد ذلك من التمرد ووقع اتفاقية أديس أبابا لإحلال السلام في الجنوب في 3 مارس 1972، وعين قائدا للقيادة الجنوبية في 1974، ثم بعد ذلك رئيسا للمجلس التنفيذي الانتقالي العالي للإقليم الجنوبي. بعد ذلك تم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية في الفترة من 1980 حتى 1985. له أيضا عدة مؤلفات تم نشرها، منها كتاب الأنانية الذي كان يدور حول ما الذي نحارب من أجله. لدينا تقرير قبل أن نقلب في مسيرة السلام في جنوب السودان، تقرير أعده أمامك، نعود من بعده للترحيب بضيفنا داخل الأستوديو. كسبت الخرطوم الرهان بنجاحها في احتضان المفاوضات بين دولة جنوب السودان، والتي أفضت إلى التوقيع على اتفاق السلام التي وضعت حدا للحرب بالدولة الوليدة. وبتوقيع زعيم المعارضة رياك مشار تكتمل حلقات الاتفاق الذي جاء نتاجا طبيعيا لرعاية الخرطوم الرشيدة والمباركة من منظمة الإيجاد. الحكومة السودانية والشعب السوداني قد تصابروا هذه العملية وقدموا هذه المبادرة، وبغلب رحب تم قبول هذه المبادرة من قبل الأطراف الجنوبية المتمثلة في قيادات الفصائل المتعددة والحكومة في دولة جنوب السودان من أجل إنجاح هذه المبادرة. والآن قد نجحت هذه المبادرة، وهذه المبادرة جاءت في إطار الالتزام الأخلاقي الذي التزم به الرئيس عمر البشير من أجل جلب السلام في دولة جنوب السودان. ونحن نستطيع أن نقول بأنه استطاع السودان بأن يتجاوز هذه الأزمات وإن يخلق عملية بتاعت سلام وإعادة الاستقرار في دولة جنوب السودان. عرفة السودان بمفاصل أزمة دولة جنوب السودان وإلمامه بخباياها وقربه الوجداني والجغرافي من طرفي النزاع ساعده في إنجاز المهمة العسيرة على أكمل وجه، وبعد جهود مضنية ومطبات صعبة تمكن من الوصول بقارب التفاوض إلى بر الأمان. ونفتكر أنه الخرطوم نجحت فيما فشلت فيه الوساطة الأفريقية في أنه يقرب وجهات النظر بين الفرقاء في جنوب السودان، ويمكن لأن الخرطوم انطلق من نقطة حيادية فإنها وقفت على مقربة من كل الأطراف. نمرة اثنين لعلاقات البشير مع كل فرقاء الحرب في جنوب السودان لما كان السودان دولة واحدة. نمرة ثلاثة لفهم السودان لطبيعة الخلافات داخل الدولة في جنوب السودان. إن التوقيع على الاتفاقية بين طرفي النزاع الجنوب السوداني لم يكن المحطة الأخيرة لمساعي الخرطوم في إحلال السلام، وإنما ستواصل جهدها حتى تتنزل بنود الاتفاق بندا بندا على الواقع، مما ينعكس إيجابا على الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين. بفضل ما توفر من روح طيبة بين مختلف الفرقاء، فإننا ننتقل الآن إلى أولى خطوات هذا التنفيذ، تأكيدا لاستدامة هذه الاتفاقية وتصميما على جعلها اتفاقية فاعلة ملموسة على الأرض، ليس من بعدها إلا السلام والسلام الكامل إن شاء الله تعالى في جنوب السودان. سيظل التحدي قائم للخرطوم، راعي المفاوضات ومنظمة الإيجاد والاتحاد الإفريقي وغيرهم من المنظمات الدولية والإقليمية بمساعدة جنوب السودان حتى يطبق الاتفاق ويصبح واقعا ملموسا. إذا ملف السلام في جنوب السودان هو موضوعنا اليوم عبر ملفات سياسية. أذكر بضيفي داخل الأستوديو سيادة الفريق جوزيف لاغو قيادي بجنوب السودان. مرحبا بك سيادة الفريق. يس. السلام عليكم. أهلا سلام. خلينا نرجع بالتاريخ
اتفاقية أديس أبابا. أوكي. في أي مقارنات بينه وبين اتفاقية السلام حاليا؟ ما في مقارنة. اتفاقية بتاع أديس أبابا كانت يعني اتفاقية ما بين أكوانين، اثنين أكوان كانوا بيحاربوا واتفقوا، وجدوا أنو هاجوا يجيف الحرب واتفق عشان البلد الناس يعيش فيها بسلام. طيب قراءتك الآن للوضع في جنوب السودان كيف هي؟ في الوضع في جنوب السودان حاليا ما كويس أبدا، يعني حرب ما بين قبائل و داخل حتى داخل القبيلة الواحد، فالوضع في جنوب السودان حاليا تحتاج لقوة خارج الجنوب علشان يقدر يجيب السلام لجنوب السودان. وأنا بعتبر لأنه رئيس عمر بشير في وضع جيد عشان يقدر يساعد أكوانهم في جنوب السودان وصل في اتفاق ويجيب الحرب. طيب محاولة الخرطوم هي كانت محاولة أخيرة، قبلها كان في محاولات أخرى في إيجاد وتمت في أديس وغيرها، لماذا نجحت تحديدا محاولة الخرطوم لتحقيق السلام وجمع فرقاء الجنوب؟ الخرطوم تعرف المشاكل في جنوب السودان أكثر من دول بتاع الإيجاد، فالخرطوم في وضع أحسن عشان يقدر يساعدوا الجنوبيين وصلوا في السلام. طيب كان في فكرة مطروحة في السابق اللي هي فكرة تقسيم الجنوب لثلاثة مديريات، مديرية واو وملكال وجوبا، هل يمكن حاليا تطبيق هذه الفكرة مرة أخرى؟ ما وصل جنوب السودان من زمن من قبل الاستقلال مقسومة لثلاثة مديريات استوائية بعاصمتها جوبا، بحر الغزال عاصمتها واو، وآل النيل عاصمتها ملكان. نعم. كانوا كده صحيح. الآن الوضع اختلف، في تقسيمات أكثر حاليا. حاليا في تقسيمات أكثر، هل يمكن تقليل التقسيمات الموجودة حاليا ويرجعها مرة أخرى لثلاثة مديريات فقط مثلا؟ ممكن نقول أنا أفتكر التقسيمات الزمان هي أحسن من أي تقسيمات جاء بعدها. نعم. طيب خلينا نتكلم عن مؤسسة جوزيف لاغو، أنت عندك مبادرة لتكوين مؤسسة وحتى التقيت بالرئيس البشير في هذا الشأن وتحدثت معه عن فكرة هذه المؤسسة، على ماذا تقوم الفكرة؟ المؤسسة اللي هو اسمها جوزيف لاغو فاونديشن. جوزيف لاغو فاونديشن هي محاولة يدرب الناس خصوصا الشعوب عشان يفهم أهمية تدريب، يعني ناس ما ممكن يمشي قدام لأي شيء إلا
يكون في تدريب وتعليم جيد. يعني بتتكلم عن تنمية بشرية فقط ولا في جوانب تانية بتهتم بها المؤسسة؟ تنمية بشرية فقط ولا في جوانب تانية اهتمت بها المؤسسة؟ تنمية بشرية مهم جدا. يعني على تنميات أخرى. طيب. يعني يدرب البشر يفهموا ويروا عملوا شنو علشان الشغل يمشي قدام. طيب أنا طلعت على الفكرة اللي بتقوم عليها المؤسسة، عندكم اهتمام بتدريب القادة، اهتمام بمشاكل الصحة، مشاكل التنمية، تمكين المرأة وتطويرها وخلق الوعي لدى المرأة، دي كلها أشياء اهتمت بها المؤسسة دي. أيوة. فكلمنا عنها بشيء من التفصيل يعني. كلمنا عنها بديتيلز لو سمحت. وين زي ما أنا قلت التدريب بتاع البشر هي أهم شيء. بيقولوا أنه باللغة الإنجليزية يعني the training of cadres in the different fields of work very important indeed, and it has to be done that way so that the individual Southern Sudanese can be able to understand what is required of him, what is required of him to participate in the development of the country. نعم. وفي جوانب تانية أيضا زي ما ذكرت خاصة بالتعليم بالصحة وجوانب قضايا المرأة في المؤسسة. ذكرت قضايا المرأة تحديدا، ما هي البرامج التي قمت بها في هذه المؤسسة؟ بيقول أنه لو أنت علمت أو دربت المرأة بكون أنت دربت الدولة، لكن لو دربت علمت الرجل بكون علمت الشخص. فتدريب النساء مهم جدا لأنه هم الموجودين بربى أطفال الصغار، هم المعلمين وبقدر يعلم الأطفال من ما هم ليس صغار. طيب ملاحظ إنه جنوب السودان ما استفاد كثير من السودان في جوانب التنمية، جوانب التعليم، جوانب الصحة والخدمة المدنية، لماذا برأيك؟ ليه جنوب السودان ما استفاد من السودان في جوانب التنمية، جوانب تعليم المرأة وجوانب الخدمة المدنية؟ ليه ما استفاد من تجربة السودان ونقلها هناك في جنوب السودان؟ ده يعني القادة الموجودين في جنوب السودان هم those يعني to be blamed. يعني the South is lacking behind and the South is not trying to benefit from what they get from their brothers and sisters in northern Sudan. يعني تلخيصا لحديثك انه بتلقي باللائمه على قاده الجنوب، هم نفسهم في مآلت ليه والاوضاع في جنوب السودان. ايوه. طيب مشكله النفط وباعتبارها واحده من الاشياء المهمه جدا اللي حيعتمد عليها جنوب السودان في الفتره القادمه من انه يحدث التنميه كواحد من الاعمده الاقتصاديه المهمه التي يقوم عليها اقتصاد الجنوب، النفط. كيف ممكن يستفيد منها خلال الفترة الجاية؟ كيف ممكن يستفيدوا من النفط؟ من النفط. نفط؟ أيوة البترول. نفط من البترول. كيف يستفيد جنوب السودان من البترول؟
طبعا يعني سيد جوزيف من إقامته الطويلة في بريطانيا أصبح الفهم لك باللغة الإنجليزية هو الأقرب. البترول في جنوب السودان مين ما وجدوها. أنا كنت في زمن داغا رئيس مجلس تنفيذي الأهلي في جنوب السودان، يعني كنت رئيس الحكومة في أقليم جنوب السودان. سنة كم؟ ده سنة سبعينيات. سبعينيات. في سبعينيات. نعم. فأنا قررت أنه البترول ده لبلد كلها مش جنوب السودان فقط، وجنوب السودان مدن السودان هي land locked، يعني ما عنده بورت على ممكن موارد بترولية موارد أخرى يقدر يصدروها برا اللي تمشي بوسط شمال السودان. نعم. فجنوب السودان واجب أن يتعاون مع شمال السودان. طيب شنو النصائح اللي ممكن تقدمها لجنوب السودان وللسودان من أجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية الكثيرة اللي ممكن لا يتم الاستفادة منها إلا بتوحدهم مع بعض؟ يعني في موارد اقتصادية كثيرة جدا في جنوب السودان، وأيضا في موارد اقتصادية عند شمال السودان. باتحاد البلدين وبالتطبيع العلاقات بين البلدين يمكن البلدين أن يستفيدا من هذه الموارد الاقتصادية الكثيرة. في ناحيتي أنا بفتكر أنه البلدين جنوب وشمال السودان تدريجيا يرجع زي ما كانوا بلد واحد، فالشعب يقدر يستفيد من هذا الوضع. نعم. طيب نحن عندنا صورة يا ريت الشباب في الكنترول يعرضوها لنا، هي صورة بتوثق فترة توقيع الاتفاقية، اتفاقية أديس أبابا. نرجع بك بالذاكرة. أيوة. كم سنة عشان تورينا تفاصيل الصورة دي. شوف معانا سيادة اللواء جوزيف، شوف صورة لو شاشة أو ممكن تشوفها هنا لو سمحت. ممكن نشوف الصورة هنا. أيوة. تذكر لنا الصورة دي. ده امبراطور هيلي سلاسي. أيوة. وأنا ما أعرف الاثنين تنين ديل واحد أفتكر. دي سيادتك طبعا أستاذ جوزيف. ده أنت بنفسك مش كده؟ كده على اليمين. أيوة. الزمن طال. وتاني أيام الشباب. وتاني ده الشخص في المنتصف. ده منصور خالد ولا من؟ لا ما منصور خالد. نحن ما عايزينك تحكي لنا تفاصيل الصورة قبل دي. قبل كانت كانت المناسبة في اتفاقية، في توقيع الاتفاقية. وكان دي تهاني بيهنوا بعضكم على توقيع الاتفاقية دي. عايزين نحن نرجع ونتكلم عن كواليس الاتفاقية دي. كانت شكل المفاوضات كانت كيف؟ شكل التفاوض، الأطراف كانت مشاركة. من هم؟ الأطراف الراعية يعني الاتفاقية دي. الاتفاقية أديس أبابا زي ما أنا قلت جبال، هي اتفاقية ما بين أكوانين اللي كانوا بيحاربوا وقرروا يجيف الحرب ويعيشوا
بسلام. ده كان اتفاقية ما بين أكوانين. أيوة. طيب نحن عايزين نشرك معنا شخص أيضا في هذا الحوار، أستاذ ستيفن لوال، هو عضو المفاوضات عن تحالف المعارضة الجنوبية. السلام عليكم سيد ستيفن. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب بك. نحن اليوم بعد طول غياب موجود معنا في الاستوديو السيد جوزيف لاغو، وحاولنا انه ننعش ذاكرته وننعش ذاكرة المشاهد ايضا ونتكلم عن تفاصيل كثيرة جدا. بدينا بالحديث عن اتفاقية أديس أبابا وحاولنا انه نقارن ونتحدث عن اي تقاطعات بينها وبين هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا بين فرقاء الجنوب، وذكر لنا بعض التفاصيل عنها. هل لك اي مداخلات في هذا المحور تحديدا؟ طبعا جوزيف لاغو شخصية تاريخية ملاقة معروفة لدى كل الشعب السوداني، وعلى مستوى افريقيا له بصمات في يعني جنوب السودان منذ السبعينات. يعني انا لما اتكلم عن الحته دي والله لا استطيع حتى ان اعبر عن مدى النضال الذي قام به هذا الرجل القامة. لذلك انا ارى انه رغم كل هذه التباعدات التي صعد بعد ان كان هو وان كان في جنوب السودان في ذلك الوقت، وقد حكم جنوب السودان في فتره من الفترات اقليم دوله جنوب السودان، اي اقليم جنوب السودان في ظل الدوله الواحده في احد الرئيس بعثر منيح، وكان زميله وشخصيه مشهوده على مستوى السودان. كل ما اريد ان اقوله بأن جوزيف لاغو شخصية تاريخية موجودة وبصماته موجودة على مستوى التاريخ السوداني الإغلاق قبل طيب الانتصام وبعد الانتصام. أستاذ ستيفن، يعني مستر جوزيف لاغو من جيل خبر الفترة تحت الحروب الأهلية، وكان عندهم رأي معين في مسألة جنوب السودان والسودان ومسألة المشاكل اللي مروا بها البلدين منذ أن كانت بلد واحدة طبعا في ذلك الوقت، وهم الآن حاليا عندهم رأي قد يكون متفق أو يكون معارض لما يحدث الآن. فمن خلال حضوره ورعايته ورعاية أفراد كثر من هذا الجيل لمفاوضات السلام الأخيرة التي استضافتها الخرطوم، على ماذا طلعتم عليهم؟ يعني كيف كان فكرهم؟ كيف كانت رؤاهم التي عرضوها على الملأ؟ أولا بالنسبة لجوزيف لاغو، وجوده في الخرطوم وفي وسط المتفاوضين هذه وحدها دفعت بالأطراف على أن نتناسى كل المرارات التي مرت بها الأحداث في دولة جنوب السودان. لذلك أنا أستطيع أن أؤكد أنه كان يقوم بتقديم المشورة كشخصية تاريخية بالنسبة لدولة جنوب السودان بعد الانفصال. فهو الأب للجنوبيين، يعني يستطيع أن ينصح أخي ولده سلف كير وولده رياس مشار وأبنائه، يعني نحن نعتبر أننا جميعا أبناء جوزيف لاغو. لذلك وجود بتاعه كان في المفاوضات أعطت بسمة قوية وجعل الأطراف يصل لهذه المرحلة الآن نشاهدها، وذلك نتيجة على أن النصائح كانت تخرج من جوزيف لاغو، فشخصية ذات تجربة وذات وزن على مستوى جنوب السودان والسودان بصورة عامة. لذلك كان وجوده في هذه الدولة مهمة للغاية، فبالتالي أنا أؤكد على أنه جوزيف جدا لجوزيف لاغو صاحب بصمات في هذه العملية، وبالتالي أستطيع أن يعني أعبر عن فرحي وسعادتي على أن جوزيف لاغو استطاع أن يتجاوز كل هذه المراحل بأبرز تقديم المشورة، تقديم البصمة كشخص مجرد وفق التاريخ. هو ما زال يتذكر كل هذه التسلسلات التاريخية التي مر بها جوزيف لاغو، وهو ذات ثقل من ناحية الخبرة. لذلك كان هذه الخبرة هي التي دفع بالأطراف الجنوبية أن يتواعموا وتقديم كل ما هو إيجابي لعملية السلام بين الفرقاء في دولة جنوب السودان. لذلك أنا يعني
أجد صعوبة لوصف مثل هذه الرجل الذي طيب سيد يعني ستيفن لو سمحت لي يقدم المجهودات يعني. طيب لو سمحت لي يعني بهذا السؤال، هو ليس كما ذكرت يعني هو ليس سياسي فقط وإنما هو شخصية مفكرة وساهم بفكر ودفع عدد من المؤلفات يمكن أبرز ما ذكرناه اليوم على سبيل المثال وليس الحصر مؤلف كتاب الأنانية ما الذي نحارب من أجله ومحاولاته أيضا بأن يكون فاعلا على في واقع جنوب السودان عندما قام وبادر في إنشاء مؤسسة تحمل اسمه مؤسسة جوزيف لاغو فاونديشن. كل هذه المحاولات ما الفكرة التي كانت من وراءها؟ ما المبدأ الذي أراد أن يدعو له أن ينشر أوساط في أوساط الجنوبية؟ أول حاجة جوزيف لاغو شخصية معروفة بالوحدة، يعني هو شخصية الاسم جوزيف لاغو وحده يجعل أبناء الجنوب يلتفتوا ويتوحدوا نحو بناء دولة جنوب السودان وبعد الانتصار. لذلك كل المجهودات التي قدمه جوزيف لاغو عبر مؤلفاته ومؤسسات التي تقوم من أجل تقديم التنويه والتوعية وكيفية بناء جيل جديد قوي لم نجد سوى أن جوزيف لاغو هو الذي قام بهذا، وهذا من أجل أبناء جنوب السودان ومن أجل الجيل الجديد الذي طرأ على الساحة في دولة جنوب السودان بقيادة ابنه سلم فكير ورياس مشار. لذلك انا اعتقد بان كل القيادات المتواجده تدعم هذه الفكره وتدعم هذه المؤسسه التي قام به جوزيف لاغو، وهذه المؤسسه الغرض منه هو توحيد واستفاق ابناء الجنوب من اجل خدمه واعاده جنوب السودان الى سيرتها الاولى المعروفه. انا اريد ان اعطيك معلومه، احد جوزيف لاغو شاهدت دولة جنوب السودان إعمارات متعددة، جنوب السودان لم تكن بهذه الشكل الذي نشاهدها في السبعينات، لكن حينما تبوء هذه المنصب استطاع أن يعمر الجنوب على مستوى الأقاليم الرئيسية، ولذلك جعل الحكومة الحالية التي تتواجد في دولة جنوب السودان تجد الأرضية سهلة ويقوم ويبنوا على ما كان موجوده الذي قام به جوزيف لاغو. لذلك انا استطيع ان اؤكد ان هذا الرجل استطاع ان يجعل جنوب السودان نموذج للبناء وللتنميه وللوحده يمكن ان يستفاد منها على مستوى الاقليم والقاره الافريقيه بصوره خاصه. لذلك يعني اعجز في بعض الاحيان ان اصف تلك المشاهد التاريخية التي بنت على يديه. لذلك نقول بأن الرجل ما زال قوي، ما زال يقدم العطاء، ما زال يعني يقدم النصر في ذات الاتجاه. السيد ستيفن يعني هو الآن ليس من ضمن فريق المفاوضات وإنما هو حضور ومتابع ومشرف على مسيرة هذه المفاوضات، كيف سيؤثر هذا الأمر برأيك على مسار المفاوضات بشكل عام؟ أول جوزيف لاغو بالفعل ليس جزء من عملية التفاوض، ولكن شخصيته وهو باعتبار من الشخصيات المعروفة والمرموقة في دولة جنوب السودان مثل فرانسيس دين وبعض من الشخصيات الأخرى كانوا له حضور، وهذه الحضور لدفع العملية الشديدة وأن يكونوا شهودا على ما تم. وبالفعل ما تم هو لعملية السلام، والسلام شيء محبوب ومقبول لدى كل العامة أو للبشر. فلذلك جوزيف لاغو لم يكن له اي نوع من الاوامر السياسيه الموجوده، فرجل ذات تاريخ سياسي معروف يعني، ولكن وجوده كان في اطار لانه من الشخصيات المعروفه ومن الشخصيات العملاقه في دوله جنوب السودان، وحضوره وان يشهد هذه هو فعلا من الشخصيات المتفق عليها. نعم هو نستطيع ان نقول انه من الشخصيات المتفق عليها من كل الاطراف المتفاوضه، لذلك وجوده داعم وفاعل في مسار هذه المفاوضات وله اثاره الايجابيه بالتاكيد. انا بشكرك كثير سيد ستيفن لوال على هذه المداخله الهاتفيه. فاصل قصير نعاود من بعده لمواصله حديثنا لضيفنا دخل الاستوديو دكتور جوزيف لاغو عن الحديث عن ملف السلام في جنوب السودان.
أهلا بكم من جديد. ملفات سياسية اليوم، نتحدث عن ملف السلام في جنوب السودان. معي بداخل الاستوديو السيد جوزيف لاجو، قيادي بجنوب السودان. سيد جوزيف، كنا تكلمنا عن عدد من الجزئيات الخاصة باتفاقية السلام. خلينا نتكلم عن الحدود بين البلدين، حدود كبيرة جدا ممتدة بين السودان وجنوب السودان، فيها حركة تجارية وحركة زراعية وفيها رعي. كيف يمكن الاستفادة من الحدود، وخاصة أنه ملف الحدود بين البلدين ما زال فيه جوانب معلقة إلى الآن؟ نتكلم عن الحدود السودانية والجنوب السودانية. في بعض الملفات ما زالت معلقة إلى الآن، مع أنه في نشاط اقتصادي زراعي ورعي وتجارة ما بين البلدين. كيف يمكن الاستفادة من هذه الحدود؟ لازم الحدود يكون مفتوح عشان حركة تجارية تمشي، وحتى حركة بشرية ناس يمشي من جنوب لشمال شمال وهكذا. حدود تكون مفتوح. طيب كيف يمكن تجاوز الإشكاليات؟ يعني المسألة دي كلها بتعتمد على وجود سلام في تلك المناطق. أيوة. هل يعني يمكن تجاوز كل الإشكاليات اللي كانت حاصلة والملفات اللي ما زالت معلقة إلى الآن وفتح الحدود على بعضها البعض؟ لازم تكون في سلام دائم في البلدين عشان حركة تجارية تقدر تمشي بسهولة. طيب. وحركة الناس. وفيما يخص الملفات اللي ما زالت معلقة إلى الآن، على سبيل المثال أبيي، كيف يمكن حسم هذه القضايا برأيك؟ المشاكل بتاع أبيي ده مشاكل قديم كالس. فأبيي كجزء من السودان هي داخل حدود بتاع شمال السودان، فأكون أنا الدينكا بتاع بيه لازم يعرف أنو القبائل الأخرى برضو مقسمة ما بين السودان جنوب السودان وبلاد المجاورة، فهم لازم يكون يعني يحاول يكون مرتاحين في شمال السودان. طيب يعني في إطار مسار المفاوضات، الجولة القادمة حتكون برعاية إيجاد، ومتوقع إنه يكون فيها الصيغة النهائية اللي حتطلع بها الاتفاقية. ماذا تتوقع من مستجدات في الجلسة القادمة؟ تتوقع شنو الجلسة القادمة في المفاوضات برعاية الإيجاد؟ حتتوقع منها شنو؟ وبتقول شنو من نصائح لأهل الجنوب في الفترة الجاية؟ أنا ما أقدر نقول شنو. المهم أنه نسابية لازم يكونوا يمر أنفسهم يرتاحوا مرتاحين في أماكنهم اللي هو داخل شمال السودان. أنا بتكلم عن أبناء الجنوب بشكل عام. أنت بتقول لهم شنو الفترة الجاية لأبناء الجنوب؟ بتقول لهم شنو نصيحة لأبناء الجنوب عشان نحقق سلام وتنمية في جنوب السودان؟ أنا شيء لا بقدر أقول لأخواني في الجنوب أنه يجيف الهروب الأهلية الهم ولماشي حالياً
ويحاولوا يعيشوا بسلام علشان هم يقدر يقدم للأمام. طيب أنا بشكرك كثير سيد جوزيف لاغو. كان حلقتنا اليوم وطبعا يمكن بطول الزمن لوجود سيادة الفريق جوزيف لاغو في بريطانيا يعني، وكنت متابع بالتأكيد لمسارات كل الأمور في جنوب السودان وفي السودان، متابع عن قرب، وبالعكس ظلت مهموم بشأن السوداني بدليل أنك في مؤلفات كثيرة جدا تحدثت عن تجربتك، وكنت بتوجه فيها نصائح لأهل الجنوب ولأهل شمال السودان أيضا أنه كيف يستطيعوا أن يتجاوزوا كل هذه الإشكاليات وتستمر العلاقة بين البلدين بسلام. أنا بشكرك جزيل الشكر. أنا حاليا في بريطانيا لأنه في جنوب السودان ما في سلام، في حروب مختلفة، الناس ما عايشين بسلام. لو ناس كانوا عايشين بسلام ما كنت مشيت إنجلترا. وكمان لدواعي صحية يعني، لعلاج. أيوة. ولدواعي صحية أيضا. أيوة. اضطرتك للوجود هنا. أيوة. بشكرك جزيل الشكر، وبشكر أيضا كل من تابعنا في هذه الحلقة من ملفات سياسية. كان حضور معنا سيد الفريق جوزيف لاغو القيادي بجنوب السودان، حاولنا من خلاله أن نحاول أن ننعش ذاكرته ولو قليلا بالحديث، خاصة أنه هو هذه الأيام واحد من الرعاة لمسيرة المفاوضات بين فرقاء الجنوب، باعتباره أنه شخصية مجمع عليها من كل الأطراف ولديه قبول وحضوره في أوساط السياسية عامة. إذن تقبلوا تحياتي والفريق العام، لأن نلتقي مع ملف سياسي آخر في ذات التوقيت الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي والفريق العام.